السلام عليكم، نرجع معكم الآن وبنتكلم على البايو إنرجي اللي هي الطاقة الحيوية. البايو إنرجي، if we have used biomass energy or bioenergy for thousands of years، يمكن هذه أقدم أنواع الطاقة المستخدمة، لأنه كانوا بيستخدموها سواء من الفحم أو الخشب ليدفوا فيه أو ليطبخوا منه. هذه الحياة البدائية كانت. Biomass generate about the same amount of carbon dioxide as fossil fuels, but every time a new plant grows, carbon dioxide is actually removed from the atmosphere, totaling zero net emission of carbon dioxide. يعني ايش بنلاحظ احنا؟ الحياة البيئية هي موازنة، البدائية متوازنة مع بعضها، يعني زي ما بنحرق احنا خشب وغيره وبنستخدمه بنطلع بداله ايش؟ شجر تاني. Energy crops such as fast growing trees and grasses are called biomass feed stocks. اللي بنتكلم على الفيد ستوكس اللي هي الشغلات اللي بتنمو بسرعة، زي الأشجار اللي يعني بتاخدهاش سنين طويلة تنمو، الحشيش وهدول كل سنة كل موسم بتجدد. البايو انرجي is a renewable energy created from natural biological sources. Many natural sources such as plant, animals and their byproduct can be valuable resources. طبعا بنتكلم على المخلفات تبعات الحيوانات والنباتات، هذه هي مواد خام ممتازة للبايو انرجي. Modern technology even makes landfills or waste zone potential bio energy resource. حاليا لما نيجي نطلع بنلاحظ ايش؟ المكبات القمامه والمخلفات هذه صارت تستخدم لتوليد الطاقه. بايو انرجي كمز فروم، من وين؟ Most bio energy come from forest, agriculture, farm and waste. يعني من الغابات والمزارع والايش المخلفات او الزباله يعني بشكل عام. الفيد ستوك از جرون باي فارمز سبيسيفيكلي فور ذير يوز از انرجي سورس. كومن كروبس انكلود، الحاجات اللي ممكن الغنيه جدا بهاي، ستارتش اللي هي النشا، اور شوجر بيست بلانت لايك شوجر كورن اور شوجر كين اور كورن. عادة المواد الغنية بالطاقة العضوية زي ايش؟ كل النباتات اللي فيها نشا او سكر، زي مثلا قصب السكر والذرة. To turn raw sources into energy there are three processes اللي عندي، ثلاث عمليات ممكن تحول لنا المواد الخام لطاقة. حاجة اول واحدة بنسميها الكيميكال، الثانية الثيرمال، والثالثة البايوكيميكال. الكيميكال بروسيسنج يوزز كيميكال ايجنتس، يعني خلينا نقول مواد كيميائيه عندي، تو بريك داون ذا ناتشورال سورس اند كونفيرت ات انتو ليكويد فيول. يعني هذه بتستخدم ايجنت كيميائي، هذا ايش بحول؟ بيعمل بريكنج للتركيبه العضويه وبحولها لايش؟ لليكويد فيول. زي ايش؟ الكورن ايثانول فيول كريتد فروم كورن از ان اكزامبل اوف كيميكال بروسيسنج ريزلتس. الان الايثانول ممكن تشتغل عليه السيارات والمواتير، وهذا موجود على مستوى العالم وبيطلعوه من مين؟ من الكورن. Thermal conversion uses heat to change the source into energy through combustion or gasification. هذا ايش بيسوي؟ الثيرمال عبر الاحتراق او التحويل لغازات بتحول، بتطلع لنا الثيرمال انرجي اللي هي الطاقة الحرارية. البايوكيميكال conversion uses bacteria or other organism organisms to convert the source such as through composting or fermentation. يعني عبر التخمير او التحليل بتم ايش؟ تحويل هذه المواد الى طاقة. الان هذا اللي تكلمنا عنهم الطرق اللي عندي، فانت بتيجي مواد عضوية، municipal solid waste processes residue المخلفات زي يعني اللي بتكلم هذا الدست،
اللي عندي اللي هي اللي بطير هذه يعني، فالتبن يعني اللي بنتكلم عنه هذا البروسس ريزيديو اللي هي المخلفات سواء الزبل غيره، هذا كله هيته ممكن تنعمل منها الكتريسيتي في الباور بلانت. وهنا بنتكلم البايو فيول بتستخدم في الطيارات في السيارات في جميع الأنواع اللي عندي، وهذا حنشوف إيش اللي بنتكلم عليها. طب من وين بيجي؟ من السويج، تيجي من المنسيبل ويست اللي هي الزبالة تبعت اللي بتلمها البلديات، انيمال ريزيديو الزبل مخلفات الحيوانات، اندستريال ريزيديوز المخلفات الصناعية، برضو بتيجي من ايش فورستري كروبس والريزيديو المخلفات تبعات الغابات الموجودة عندي في هذا المجال. ممكن الاجريكالتشر كروبس هذه يعني احنا بنزرعها يعني محاصيل نزرعها وبنحولها مباشرة. الآن هاي الثلاث عمليات اللي تكلمنا عنهم، الثيرمو كيميكال كونفيرجن ايش بتستخدم، كومباستشن الاحتراق، بروليسز البروليسز اللي عندي، والجاسيفيكيشن، هذول الثلاث انواع الموجود عندي. هذا بيطلع عندي هيت، الكومباستشن هذا عندي بيطلع بايو اويل كول جاز، هذا بيطلع بيرنر جاز الجاسيفيكيشن، وحتكلم عنهم بالتفاصيل لاحقا في هذا المساق. البيولوجيكال كونفرجن بتتكلم على الفيرمنتيشن بتعطيني جرين الكحول، او بنتكلم على الانيروبكس دايجستشن اللي هي الهضم، هذه بنتكلم على البيرنر جاز. الفيزيكال كونفرجن سكويزنج بيطلع عندي اول، يعني لو جيت انا مثلا للزيتون زيت الزيتون شجرة الزيتون لما نعص اكبسه ايش بيطلع لي؟ بيطلع لي الزيت اللي هو ممكن يستخدم برضه في هذا المجال. الجلوبال بوتنشال اوف بايو انرجي، اول بلانت اند تريز اون ايرث يوزز فوتوسينثيسيس تو كونفرت سولار انتو كيميكال انرجي، طبعا هذا اكبر مصنع للطاقه الموجوده اللي هي البلانت. فورتشنتلي ذيس بروسيس كربون دايوكسيد از كونفرتد انتو اوكسجين از ويل، ذا بايوماس از ستورد ذن بيرند فور ايذر هيتنج اور الكتريسيتي اللي بنتكلم عليه. بايو انرجي اكزيست ان ا لوت اوف فورمز لايك سوليدز ليكويدز اند جاسز. البيوماس such as woods or agriculture residues هذه ايش اللي بنتكلم عنها؟ صالد، عادة المخلفات الزراعية بنحرقها بتطلع لنا ايش هيت، والهيت ممكن نستخدمه في الستيم انجن تو جنريت الكتريسيتي. sugar cane and elephant grass are produced to make liquid biofuel اللي عندي، هذا الليكويد العصير اللي بيطلع عندي. synthetic natural gas بسموه سينك gas contains the burnable substance methane and is produced by gasification of biomass. methane is produced by fermentation of manure of livestock like cows and pigs. يمكن زمان خلينا نحكي كانت المجاري تبعت البيت او الحمامات ايش بسوون في بيار، لو انت فتحت البير بعد فترة بتلاحظ في ريحة غاز موجودة، الغاز هذا هو غاز الميثان اللي نتج عن عملية التخمر. هاي هنا بعض المفاعلات بسموه مفاعل لانه شكله زي المفاعل النووي، مفاعلات للفيرمنتيشن للتخمير في هذا المجال. هاي البايوغاز بلانت. البايوماس بوتنشال، طبعا البايوماس از ليكويد اور جاسز فورمز ريكوير مور بروسيسنج بات ات ميكس ذا بايوفيولز ماتش مور انرجي دنس، ا هاير انرجي دنسيتي ميك شورتج اوف بايوفيول ايزير، ستورج اوف بايوفيولز ايزير سينس سمولر ستورج فاليوم از ريكوايرد فور ذا سيم اماونت اوف انرجي. Calculating the energy potential of biomass strongly depends on the energy contents of the plants. طبعا تختلف من حاجة للتانية البيوماس. For this rough estimate we will use the energy in sunlight as the primary energy potential. The output of the plant is mainly determined by the photosynthetic efficiency of the crops and the conversion efficiencies in power generation plants اللي عندي.
هاي الباور تبعت الصن اللي انا بحسبها الافيشنسي، بدنا ناخذ الالكتريسيتي برودوس باي ذا بايو ماس على التوتال انرجي افيلبل فروم ذا صن. السيستم افيشنسيز ذا اوتبوت اوف ذا بلانت از مينلي ديتيرمند باي ذا فوتو سينثيتيك افيشنسي اوف ذا كروب، الكونفرجن افيشنسي ان ذا باور جنريشن بلانت اللي عندي وير ثيرمال انرجي از كونفرتد انتو الكتريكال انرجي، التايب اوف باي فيول كيميكال كونفرجن ستيب مايت بي انكلودد فور اكزامبل ساركوس تو ايثانول ويتش هاز اتس اون كونفرجن افيشنسي. طبعا هذا التحويل من مصدر لاخر، العمليه التحويل هذه هي برضو لها كفاءه لازم تتاخذ في الحسبان. A biomass power plant also has some practical losses represented by its capacity factor. Two main factors influence the capacity factor. The energy yield depends on the type of the crops that is used. هاي بنتكلم عليها عدة مرات. نوع المحصول بيأثر على الانرجي يلد. يعني لما اجي اخذ محصول من زيت الذرة غير لما اجي اخذ خشب واحرقه، غير لما اجي اخذ جراس يعني عشب. Seasonal changes the crop growth is dependent on external condition like weather which changes over the course of a year. يمكن تطلع عليها جودة المحصول برضو إلها مفعول، يعني في المواسم بتلاقي المحصول جيد كثير ومواسم بتلاقيها أقل. مثلا على سبيل المثال بعض الأحيان لما نيجي بنطلع على الزيتون أحيانا 90 كيلو، بعض الهاي بتسوي 16 لتر اللي هي بسموها التنكة، أحيانا بدك 120 كيلو لتسوي نفس المعي، أحيانا 70 حسب جودة المحصول. وهذا جودة المحصول بتتأثر بالسيزون، بتتأثر بوين المنطقة المزروع فيها. نيجي ناخد اكزامبل للبوتنشال فور الكتريسيتي فروم وود بير سكوير متر. Biomass takes its energy from solar irradiation given their irradiation in North America equal 1500 kilowatt hour per square meter. In photosynthetic for 40%, the thermal 25%. فأنا بداخل الانرجي ييلد 40 في 25 في 1500 بعطيني 1.5 كيلووات اور بير سكوير متر بير يير. البي افريج بدي اقسمها على الموجود عندي على عدد الايام، بعطيه على التايم يعني بدي هاي بتعطيني 0.17 وات لكل سكوير متر. الان البرازيل هاز ا بيج شوجر كين اندستري فور برودكشن اوف بايو ايثانول. يعني في البرازيل بيستخدموا من قصب السكر بيطلعوا البايو ايثانول اللي هو اللي بيستخدمها بيستخدموه هذا في سواقة في السيارات بدل البنزين. الافريج سولار ايريدانس ان برازيل از رافلي 230 وات بير متر سكويرد. الان ليس اسوم ا فيري هاي photosynthetic efficiency اللي هي 1.5%. Unfortunately not all carbohydrate can be used for conversion to ethanol. Only the carbohydrate source can be converted into ethanol. 30% of the chemical energy in the sugarcane is stored in saccharose. The conversion efficiency of the saccharose to ethanol is as high as 75%. Doing this simple math, we arrive at a power density of 0.78 watt per square meter. The largest biomass fired power plant in the world is the Drax power station in UK. الانستول كباس تبعتها كان 3960 ميجا وات، of which 1320 ميجا وات is powered by using biomass. Uses all kind of food product that are imported from North America and has an energy yield of 7.9 terawatt hour per year. Given the nominal capacity اللي عندي والenergy yield بدنا نحسب الكباسي فاكتور، هاي 7.9 تيرا وات بير اور بير اير، بدي اقسمها على السنه
واقسمها على الايش الانستولد كاباسيتي بتعطيني 68%، وهذا رقم مش يعني بسيط كويس. الان الادفانتج ستورج باسابيليتي، هذا في عندي مشكله، هي عندي حل وعندي مشكله هنا احيانا بدك تشوف فيها، وحنتكلم عنها لاحقا لما نتكلم هاي، لما نتكلم على الجازز في اشكاليه في الستورج، بس ككل سهل الستور لها. ايثانول كان بي يوزد اولموست ذا سيم از جازولين، الايثانول بيستخدموه زيه في السيارات زيه زي الهاي، هاي انرجي دنسيتي اوف ايثانول. الايثانول طبعا غني بالطاقه اكثر من البنزين. التشالنجز فيرست جينيريشن كومبيت وذ لاند اند فود، يعني لما نتكلم على الفيرست جينيريشن بنتكلم احنا على الاكل اللي صالح للانسان او للحيوان، يعني بتتكلم على مثلا الذره، الذره احنا بنستخدمها في الزيوت، يمكن لو لاحظتوا زيت الذره في اخر فتره غلي سعره، والزيوت بشكل عام كانت ارخص بكثير قبل ما يتوجهوا في هذا المجال. نفس الشيء اسعار السكر والنشا، هذول حاجات بتخدم الانسان. نفس الشيء الجراس، يعني انت لما تتكلم على الاعشاب والهدول، هذول كانوا بياكلوها الحيوانات، الان صرنا نستخدمها لتوليد الطاقه. نت انرجي جين از لو، طبعا هذا ما بتعطينيش كفاءه عاليه. ريلاتيفلي هاي كربون فوت برنت، مش زي بقيه الهاي، هذا في عندي بيطلع عندي مش غاز ثاني اكسيد الكربون في هذا المجال. الجلوبال ستاتس اوف بايو ماس، ذا انستول كاباسيتي اوف بايو باور فور الكتريسيتي جينيريشن، ذا جلوبال كاباسيتي از ذن 93 جيجا وات، جلوبال انرجي ييلد بروديوسينج 433 تيرا وات اور اوف الكتريسيتي بارير، بنلاحظ هذا المعدل بيعطيني 158 وات اور بير بيرسون بير يير، لساته هذا مش يعني احسن من التانيات بس لساته مش. The installed thermal capacity on earth is 305 gigawatt producing little more than 2300 terawatt hour per year. This results into 840 وات اور بير بيرسون بير داي، وهذه معدل كويس. البايو ماس ديل وذ لو افشنسي باور دنسيتي اوف 0.1 to 0.3 وات بير سكوير متر، وعندنا لما نتكلم على الانواع وبالتفاصيل حنلاحظ انه البوتنشال هنا عالي جدا، لانه اذا انا ركزت على بعض الشغلات زي الويست والشغلات اللي انا بستفيدش منها، يعني خلينا نقول بتروح على الكب، فهذه هي البوتنشال الموجود عندي للبايوماس. البايوماس من اكثر الشغلات، وهذا متاح 24 ساعة غير عن السولار وغير عن الويند. Area to cover the world the world's energy demand، الهيدرو بدنا 21 ميجا سكوير كيلومتر، الويند بدنا 1.68 ميجا كيلو سكوير كيلومتر، السولار بدنا 0.14 ميجا سكوير كيلومتر، البايوماس بدنا 20 اللي عندي. ايش بنلاحظ؟ الهيدرو والبايوماس اعلى شيء، اقل شيء السولار لهذا المجال. الان اخر موضوع حنتكلم عنه اللي هو جيو ثيرمال كمان شويه. يعطيكم العافيه.